مش عارف انه هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا قيرت الشاطر، هيتدفن في بيت اسمه، يجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش عمي، مش عارفين اللي حصل في البلد بسببهم. قعدوا يتكلموا عن مؤامرة، بيكلمني عن ايرادات في الخارج، والداخل هو اللي بعت لي بريد وبعت لاوباما ويحتمي بيه امريكان. هذا الرجل ما فيش راجل قاعد في الدنيا رئيس جمهورية يطلع على دعمه يحس انصاره عليه رعب، هو عاوز يقتتل صباحا. كل دم حرام، كل دم بعد الحرب حرام. وطعم يا محمد مرسي، عيط طلاب العيد يا بيتي غير ما يمشي محمد مرسي. ما فيش وطن شريف غير ما يقف في ميادين. احنا ما وردنا نخرج الناس من ميادين، ما كناش حريقة عن تخرجهم زي محمد مرسي عمل. ايه العمل ده؟ ايه الجرائم دي؟ دي موقف سمعت صاحبة سبع ترسل الحضارة حرام عليهم. ايه الجنان اللي شفناه ده؟ ايه الهبل والجنان ده؟ انا بقول لكم المصريين، لو فيكوا راجل شريف بيحب هذا الوطن عليه اللي ينزل الشارع، ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات عليه ان هو، انا خايفة عليه ان هو، استاذ ايهاب استاذ ايهاب ثواني بس عشان خاطر، عليه ان هو خايفة بس عليه يدعو الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت، انا خايفة عليه. ومصر مقبرة الارهاب والتطرف، انتهت خلاص نجوم الجنيه عشان انت عندك الارهاب يا ايهاب. ما شفناش واد منهم من هداتهم موجود في الشارع يطلع هو يهدد كده. هتموت كده، هيبقى في واد منين؟ ما يستاهلش والله. هيبقى في واد الجيش والشرطة والشعب، نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر يهدى؟ شرطة الجيش، انا خايفة عليك والله. هو عند الدستور وحرسه، اهدى بس اهدى. يبقى عمل ايه على الدستور يا حرام؟ حرام حرام حرام. طب خلاص خلاص، ممكن تهدى عشان خاطري؟ خمس دقايق صمت. اهدى اصل انا خايفه عليك، مش مستاهله الحكايه، مش مستاهله، مش مستاهله. اهدى. طب خلاص طب خلاص 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 والله مرسي ما يستاهل تطلع فيه. طب نطلع لفاصل، ايه اللي حصل في مصر؟ نطلع لفاصل، نطلع لفاصل، اطلع لفاصل، اطلع لفاصل.